تالت وصفة معانا هي سهلة جدا، هي مش وصفة، هو أنا هجيب المنديل ده كده وهبتدي أعمل الحركة دي وابتدي أحط زيت جوز الهند، وواحدة واحدة أبتدي أمسح بيه المكياج. لو في حد طبعا، لو البنات بيحطوا ميك اب كتير بيبتدوا يمسحوها بحركات دائرية أو من تحت لفوق. ناخد بالنا كويس جدا إن المنطقة اللي أنا بمسح بيها المكياج ما استخدمهاش تاني، أبتدي ألف المنديل واستخدم منطقة تانية. ده زيت جوز الهند الأخير. آخر وصفة معانا وهو مزيل للمكياج طبيعي برضو 100%. هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن زيت جوز هند أهو وزيت لوز حلو. أدي زيت جوز هند وهحط معاه زيت لوز حلو أهو زيت اللوز، وهقلبهم كويس قوي 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 مع بعضه. وده مش هيزيد الوش لان زيت جوز الهند مش بيزيد الوش لو اتحط برضه في التلاجة شويه.